بسم الله. ربنا أعنا على العمل الصالح واجعلنا من خير الصالحين يا كريم يا عظيم. وذكركم أن المجاهد اللي هو رابع الأئمة عليهم رضوان الله أحمد بن حنبل كانت تسميته لابني صالح. أولا ذكر سيدنا صالح وصلاحه ونصر المولى له على ظالمين لأن كانوا عتاد وكانوا متجبرين وكانوا يسيئون معاملة لسيدنا صالح عليه السلام. وصلاحه حتى حد من جمهم يدمروا ولا ينكروا. فخونا الإمام الرابع عليه رضوان الله سمى ابنه تسمية صالحة إن صح التعبير. وهو الابن هذاك كان بار بوالديه ستار البيئة تاع علماء الحق اللي هما على حقيقة الإسلام بيئة عموما لا ينويثها شيطان لا من انس ولا جن. والسلام.